تلقى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم هزيمة قاسية أمام نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة من الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية أقيمت بإستاد جوبا الوطني في يوم الافتتاح الرسمي للملعب أمام أكثر من 4000 مشجع بحضور رئيس الفيفا جياني أنفنتينو ورئيس الجمهورية سلفا كير مايارديت. وبدأت المباراة بضغط عالي من منتخب جنوب السودان الذي فشل لاعبيه في استغلال الفرص التي أتيحت لمهاجمي المنتخب في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بينما اعتمد المنتخب السوداني على الهجمات المرتدة. وعلى الرغم من قلتها في الشوط الأول إلا أن صغور الجديان تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر راسية اللاعب والدين الشهير ببوغبا. فرحة كبيرة قبل نهاية الشوط الأول، سجل المنتخب السوداني والدين خضر، والدين بوغبا سجل برأسه مطلقا الأفراح في المدرجات السودانية، بينما عم الصمت وسط مشجعي جنوب السودان. وفي الشوط الثاني عزز الطيب ياسر تقدم المنتخب السوداني بهدف ثاني عند الدقيقة 51. هدف ثاني للسودان يا سلام يا ياسر، وتقدم للمنتخب السوداني. وفي الدقيقة 78 أحبط نجم المنتخب السوداني محمد عبد الرحمن الشهير بالقربال كل أمال منتخب جنوب السودان في العودة في المباراة بإحراز الهدف الثالث بهذه الطريقة. الله 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 على السودان، الله على السودان، على يعقوب يتقدم ويحط الكرة للغربال غربلة لجنوب السودان. وشوف يعقوب، شوف الفنان يا سلام على مهارة، على تقدم، على عرضية، على ثقة، على إمكانيات كبيرة. السودان بالثلاثة يضرب جنوب السودان صقور الجديان في الصدارة. بفوز اليوم يرتقي منتخب صغور الجديان إلى المركز الأول في المجموعة الثانية بعشر نقاط، فضلا عن أنه الفوز الأول لصغور الجديان أمام منتخب جنوب السودان في كافة المنافسات، بينما بقي منتخب جنوب السودان في المركز الخامس بنقطتين من 4 مباريات. وعلى الرغم من كل مكتسبات المباراة بالنسبة للمنتخب السوداني، لم يحتفل لاعبي المنتخب السوداني كثيرا تقديرا لروح الأخوة بين البلدين، والتي تجسدت برفع علم جنوب السودان من قبل لاعبي المنتخب السوداني بعد نهاية المباراة. نزاريو مارشيلو، SSBC، جنوب السودان.